حقيقية من الانسداد السياسي. إنهاء مرحلة الحكم الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد عن طريق الإسراع بتنظيم انتخابات عامة سابقة لأوانها هو العنوان الأبرز الذي تضمنته خارطة طريق تقدمت بها قوى المعارضة التي تشكل ائتلاف مواطنون ضد الانقلاب. الحل للأزمة هو الانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة مع إعداد بعض الظروف، منها إرساء المحكمة الدستورية عاجلا، اثنين يعني عودة البرلمان لينجز هذه المهام، أولا إرسال المحكمة الدستورية، تجديد الثلث بالنسبة لهيئة الانتخابات لأن هذا ضروري لإجراء الانتخابات. خريطة الطريق التي اقترحتها قوى المعارضة قوبلت برفض صارم من الرئيس قيس سعيد والقوى الداعمة له، والتي تتهم معارضي التغيير السياسي الذي فرضه الرئيس بالرغبة في استرجاع مغانم الحكم. لذلك هي تسعى إلى أن تفعل أي شيء من أجل استرجاع هذه المكاسب الشخصية والمكاسب الحزبية الضيقة، لأنها لو كانت إذا قامت بواجبها تجاه هذا الشعب الذي انتخبها ما كان هذا الشعب لينتفض ضدها في 25 من جويلية. من جانبه عبر الرئيس قيس سعيد عن سعيه إلى اختصار أجال إجراءات الحكم الاستثنائية، ويقول خبراء في القانون الدستوري إن القانون لا يحدد سقفا زمنيا لإنهاء التدابير الاستثنائية. عندما تستمر التدابير الاستثنائية فلا عبرة بالزمن 30 يوم أو 40 يوم، العبرة باستمرار بوجود الخطر الداهم واستمراره ومواصلة تهديده لمؤسسات ودواليب الدولة. معارضو قيس سعيد هددوا باللجوء للتظاهر في الشارع انطلاقا من الأحد القادم من أجل الضغط على الرئيس لإنهاء احتكاره لكل سلطته ولو مؤقتا. تهدد بعض قوى المعارضة باللجوء إلى الشارع لفرض خارطة طريق تنهي مرحلة الحكم الاستثنائية في الوقت الذي يصر فيه الرئيس قيس سعيد والقوى الداعمة له على ضرورة تفكيك منظومة الحكم السابقة وتأسيس نظام جديد، خلاف يصعب التكهن بمآلاته وفق مراقبين. توفيق عائشة، الحرة، تونس.